الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد صدقه، انا استاذ بكليه الطب جامعه اسكندريه قسم القلب. الحقيقه انا يعني مجال تخصصي الشرايين التاجيه وقسطره القلب، دي حاجه اعتقد في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقت يعني لا غنى عنها. الحقيقه مرض ضيق الشرايين التاجيه وقصور شرايين القلب في الشعب المصري وفي العالم كله بقى مرض واسع الانتشار، واسبابه كثيره ومتعدده جدا جدا جدا. وفي تقديري الوقايه من هذا المرض افضل 100 مره من العلاج. للاسف الشديد احنا مش مدركين لحجم المشكله، مش مدركين لحجم اسباب المرض الكتيره اللي احنا بنعيشها، على راسها للاسف الشديد السمنه المفرطه وقله الحركه، مرض السكر اللي تفشى في بلدنا، ارتفاع ضغط الدم اللي موجود ومش بيتعالج بالشكل الامثل، ارتفاع نسبه الكوليسترول وعدم معرفه الناس يعني ايه كوليسترول وازاي اعالجه وازاي اتجنبه واهميه ادويه الكوليسترول انها تخفض النسب ديت، التدخين اللي مستشري في شعبنا سواء تدخين السجاير او تدخين الشيشه. الحقيقه الحاجات دي كلها خلت شعبنا من اكثر الشعوب اللي بتعاني من مرض ضيق شرايين القلب، اللي بالتبعيه تحول الى ضغط على الاقتصاد القومي حتى بتاعنا في مجالات كتيره، سواء في التامين الصحي او قرارات نفقه الدوله او الناس اللي بتعمل اساطر ودعامات على حسابها. ودي للاسف السبب ان احنا مش ملتفتين لاسباب المرض الكتيره ديت. فاللي انا انصح بيه يعني اهلنا واخواتنا ومرضانا ان احنا نتجنب من الاول اسباب هذا المرض. اللي يقدر النهارده ينزل وزنه ويتحرك على رجليه يستعمل رجليه، اللي عنده سكر يلتفت ليه وياخد علاجاته ويحلله، اللي عنده ضغط لازم يلتزم بأدوية الضغط ويقيس ضغطه، اللي بيدخن لازم يتوقف فورا عن التدخين، واللي عنده أعراض لقصور شرايين القلب من سواء بألم بالصدر أو حتى أي عرض آخر لازم يروح يدور وراه ويكتشف هذا المرض ويعمله الإجراءات الطبية اللازمة ويلحق المرض هو في أوله قبل ما يتمكن منه ويوصله لمراحل متأخرة من هذا المرض. وشفانا الله جميعا وكتب لنا الخير والسعادة وسعيد بيكم.